السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جانا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم نزلت سولو سكواد وكان في مواجهات حلوه وفي عدد كيلات حلوه، فحبيت اشارك الفيديو معكم. هذا الفيديو كان عدد اعلى عدد كيل عندي بهذا السيزون، فبتمنى انه يعجبكم الفيديو. وقبل ما نبلش الفيديو، اذا كنت اول مره عم تتابعني لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديده وفيديوهاتنا السابقه. وكثير منكم طلبوا مني ليش ما حط هذا العلم، حطيت لكم العلمين، ان شاء الله يعجبكم اعلام، فتحياتي لكم. وراح اقول لكم شيء ثاني، فما بعرف شركه بوبجي كيف طريقه عقله وطريقه تفكيره، ما بعرف. هلا بهذا الفيديو راح تشوفوه هون انه انا متت اول ما نزلت، ما لقيت سلاح وقتلوني. بعدها دخلت جيم ثاني واعطوني باند لمده يوم. راح فرجيكم الفيديو كمان انه كيف باخذ الباند. فما بعرف ليش هيك عم يساووا فيني، كل ما ادخل جيم عم صور اول ما بنزل بلاقي سلاح بيعطوني باند، لما بنزل ما بلاقي سلاح بيقتلوني العالم، ولما بلاقي سلاح شركة بوبجي ما شاء الله ما بترحمني، بتعطيني باند وبتطلعني من صمم الجيم. امبارح وانا نزلت بعد هذا الجيم، نزلت اصور جيم ثاني فورا اعطوني باند اول ما لقيت سلاح وطلعوني من ام اللعبه كلها. فهلا بترككم مع الفيديو، مشاهده ممتعه والسلام عليكم، اشوفكم فيديو جديد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. روح بعيد، روح بعيد، روح بعيد، روح روح روح. ميتين، نحن ميتين وميتين. روح لا لا نلعب سيف. يلا شو سيف؟ ما نزل سكواد قدامك. بربك حدا قدي بيحبك حتى اي فلك جيبو هيجي نزلني بالقوس. طيب مبسوط بسلاح يا زلمه، مبسوط بسلاحك. طيب ما معنا سلاح نحن، شو نعمل؟ مثلا نزلت فلك جامد فش. اي فلك جيبو هيجي تزجيشتم جهب اللان. لك شو بدك بالصوت؟ قوم روح انتحر يا زلمة، شايلين أمة لا إله إلا الله. لا يا علي متت بالبوكسات. لك بدي أروح على هذا السكواد فنشهم يا زلمة، عيب عليك مكمبر جوا، عيب عليك. تحوش ليكو 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 والله يسلم عينك يا أبو خالتي. ادخل بين النار انت، ادخل ليك الواطي معه اوزي ومعه الدم ومعه اليومبي وما اجى لعنا. ليك وجاك وجاك وجاك، فنش لي بس هاد. والله ما لقيت سلاح، والله متت بدون سلاح، والله متت بدون سلاح. يا ريت شايل مسدس كمان كابوس. اجى البوت. او سلاح 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 سلاح. لا لك ليش يا الله ليش؟ ليش يعني؟ ليش يعني؟ ليش يا الله؟ بس ليش؟ ليش بس؟ لانه اخذت جيم؟ بس لاني فنشت سكوادات؟ ليش؟
على اللوبي ولا تسب يلا
طيب يا مو هون؟ لا حبيبي ما راحت علينا. تركي تركي والله انبسطت من كل قلبي. اذا اخسر الجيم عادي. المهم دعستك يا تركي. طب وين عم يخلص العالم؟ استنونا. هي انا مو موجود. ربك ما حبكت معك تخلصي غير هون. لا لا علوبي علوبي يلا
جي جي.